كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. حنا تنفقوا تنمشيو تيدخلوا للفليك تنهبطوا عندهم وتنشريو عندهم الحوت وتنديروا في الكروسه ديالنا وتنمشيو تنتسالوا عند الناس صحابنا اللي استقبلونا وبالتليفون ديالنا تعيطوا لينا كاع تيقولوا حنا البلاصه الفلانيه وتنبيعوا لهم شي ديال الحوت تنقلوا لهم حوتهم تنجيبوا لهم في بلاستيكات وتعطونا ديالنا وتنمشيو الناس ديال فاش يكون الحوت غالي شنو الا كان الحوت غالي راه تريح بالزمن اللي تريح اي واحد بحال اللي تيجيب لك الحوت حتى هو اصلا حتى هو مريح ما يمكنلكش تشري ما يمكنليش نشري عند شي واحد ما شريت عند مول الفلوكه اللي مفتن نشري عنده وتنديرو في الكروسه ديالي وتنتسانا ولكن الا كان غالي الا كان غالي خاصك تريح ما عندك ما دير كانت موفيطه وداك الشيء ماشي انا بوحدي لا الناس هي تتجلس حتى بحال داك اللي بيجيب لك الحوت راه تيريح حتى هو تيدير حتى هو يتستريح مع راسو يعني ماشي كنخدموا ديما نعم ماشي كنخدموا ديما تنخدموا في الاجواء اللي كتكون زوينه وتيكون فيها الحوت وكنتراوجوا مع الناس وكنخرجوا كامل من المدينه لداخل وكنبيعوا نشرو مع الناس وكنتمنوا من الناس ديال المدينه يتعاونوا معنا. اش كتبيعوا للمواطنين العاديين ولا صحاب مواطن عادي عادي اللي قاد على شي حاجه كيديها عندنا واللي ما قادش الله يسخر كتنقيو ليه وتنقيو ليه وتنجمعوا بلاصتنا وما تنخلوش الازبال وما كنعرقلوش السائر وكنتمنوا منهم يتعاونوا معنا. لا الجوده نقي من الفلوكه وكنجيبوا حوتنا زويين جديد وتا الناس يشكرونا وتفرحوا بينا وتيقولوا مره اخرى جيو عندنا وفرحانين بينا بان حنا دايرين هذه الطريقه اللي كنخدموا بها وكنتمنوا من الناس ديال صوري يتعاونوا معنا والسلطه هي تعاون معنا. شنو المشكل اللي كتلقاو بعض المرات؟ مشاكل وانما ماشي شي مشاكل انما كنتمنوا من السلطه هي تعاوننا شويه وتا حنا نترزقوا على وليداتنا راه تا حنا تبارك الله راه خدامين هنا مده ديال واحد 16 سنه عشنا هنايا وهذه هي الحياه ديالنا وهذه هي المعيشه ديالنا في كنعيشوا وكنخدموا وكنتوكلوا على الله وكنيسروا وكندوا وليداتنا الحلال ماشي كندوا شي حاجه خايبه. هادشي يعني المشاكل اللي كتلقاو مثلا تلقاو المشاكل مثلا تيكون مثلا تيجيو عندنا الكليان تيجي شي واحد من الناس ديال السلطه تيكرو عليا من هنا مع العلم انه انتم ماشي تتقعدوا كدوروا انتم. لا مثلا الكليان لو وقفك الكليان لو وقفك راه خصك تقد مع المسائل ديالي تمشي راه شقى عليه والله يعاون الله يعاون تمشي تمشي لبلاصه اخرى عاوتاني وتشي لك اشكال شي يقول لكم ما من هنا تحرك ليا من هنا روغ ليا ولا ندي لك هذا الشيء وتقول لها ودي حنا شارينو ما سابقينش تلقى فينا الحاله واش حملوا تنمرض انا كاع دخلت نفساني تنمرض تتكرر نفساني تنمرض ما عنديش البديل وانا عندي تجربه ديال البحر كنت نخرج للبحر وتقريبا عندي دابا تقريبا شي وشي 20 عام ديال البحر كنت نخرج للبحر والدار ما بقاوش بغاو ليا البحر وليت درت واحد شويه ديال راسي المالي تنبين نبيع ونشري مع راسي هكا شويه 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 انا والاخ ديالي ودنسو والناس زعما والله اخويا بدون افتخار وان شاء الله نقدروا نديروا شي سميتو وتشوف الناس كيفاش يتعاملوا معنا وراه الناس 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 اللي هادي يوصلوا الناس يوصلوا سميتو يعني كتقربوا لهم الحوت تجيبوهم تكون انسان مثلا جالس مثلا نعطيك واحد الحاجه بسيطه مثلا واحد انسان جالس في القهوه وفاش يمشي للمرسى مثلا نعم تهز التليفون مثلا الى عنده النمره ديال تعيط ليا تندوز عنده للقهوه تنقي ليه شغل تيخلصني تنمشي في حالتي ما عرفتش علاش تيمشي حالتي تقدم ويلا كاع ما سميت بالازار تيكون مثلا غادي كاع ما عنده كاع به غلط تيشوفك تيرتاح مع راسو تيشري الحوت وتقول ما كاينش تنجيبوا الجوده تنقول لك حنا تنجيبوه من الفلوكه من الفلوكه الكروسه عندنا انا عندي كروسه ما عنديش شي حاجه اللي غادي نمشي نشرو شي بلاصه الا ما شريناه من الفلوكه ما يمكنش. واشنو كتطلبوا دابا انت؟ نطلبوا الناس ديال السلطه يتعاون معنا يعطونا مثلا شي بلاصه معينه من فين نستقروا فيها ولا يخلونا نمشي ندير لك تجوي ندورو نتسالو عند الناس نوبه في البرج نوبه زي خمسه نوبه بركه محمد نوبه في السقاله نوبه ما شنو عرفتي المرسى تاهي راه شي كيرجع تاهي راه ولات تخلطات اللهم تنجبو شويه ديال الحوت انا واخ عندي تنمشي ترزقوا على الله وصافي هادشي اللي كاين وتنخلو الناس راش قال لهم كلشي ناس فرحانين بهادشي.
قلنا.